مرحبا بالمشاهدين مع الافلام التركية الجديدة التي سوف تعرض قريبا، وهي افلام تجمع ثنائيات جديدة، كما وان نهاية العام الحالي سوف تشهد على الكثير من الافلام الحيوية والممتعة، وبنفس الوقت رح نشوف ممثلين بادوار اول مرة بجسدوها، يعني رح نشوف بطل قيامة ارطغرل في دور كوميدي. ولكن قبل ما نبدأ رجاء لا تنسوا دعم الفيديو بلايك والاشتراك في القناة. فيلم فريق العروس، وهو فيلم من النوع الكوميدي بطولة سيدا باكان ودوان بيرقدار وشبنام بوزكلو وفيرات تشلك وإيجام إركك ونيلبي ريشهينكايا ومحمد جنسور. وقصة الفيلم عن الصديقات اللواتي يقرروا إقامة حفلة وداع العزوبية، ولكن احتفالهم سوف يكون مختلف كليا. وهذا الفيلم من كتابة وإخراج دواجان، ومن أشهر أعماله السابقة مسلسل أغنية الصيف وأسفي على شباب. أي أغلب أعماله السابقة هي مسلسلات صيفية. والفيلم سوف يعرض في صالات السينما التركية في اليوم 18 من شهر أكتوبر الجاي. فيلم لعبة بيت البيوت، وهو فيلم من النوع الدرامي بطولة أويكو كاريال وفتح أرثمان. وقصة الفيلم عن زوجين سئما من منزلهم وقرروا قضاء إجازتهم على الساحل في منزل صغير للإيجار، ولكن ذلك المنزل الذي استأجروه من أجل أن يستمتعوا سوف يكون نقمة عليهم، يعني يا ريتهم لو ظلوا قاعدين في بيتهم أبرك لهم. وهذا الفيلم من كتابة وإخراج أوميت أنال، ومن أعماله السابقة فيلم أسرار السفرة. والفيلم سوف يعرض في صالات السينما التركية في اليوم 25 من شهر أكتوبر الجاري. كما وفي اليوم 25 من شهر أكتوبر الجاري سوف يعرض الفيلم الجديد أغنية الجمهورية، وهو من النوع الدرامي التاريخي، وهو من بطولة بيرج أكالاي وصالح بادمجي وأرتان سبان وميليسيزن. وقصة الفيلم تتحدث عن لحظة وكيفية تأسيس النشيد الوطني التركي. ومن بعد إيرادات وصلت إلى ملايين الدولارات، ها هو الجزء الثاني من فيلم 3391 كيلومتر، ولكن الجزء الثاني باسم 0 كيلومتر سوف يعرض في صالات السينما التركية في اليوم الأول من شهر نوفمبر المقبل. وقصة الجزء الثاني سوف تصبح بمسافة صفر بين إزمير وإيجي من بعد أن استقروا سوية في فرنسا، ولكن إزمير سوف تتلقى اتصال مفاجئ وغير متوقع سوف يجعلهم يعودوا فورا إلى إزمير. يا ترى ما هذا الاتصال الذي سيجبر إزمير على عودتها إلى مسقط رأسها بالرغم أنها لا تملك أي شيء هناك. وقصة الجزء الثاني من الفيلم من كتابة فوليا أوزجان، ومن أشهر أعمالها الحالية مسلسل القصر. ومخرج الجزء الثاني هو دينيز، مخرج الجزء الأول من الفيلم. فيلم الوساويس، وهو من النوع الكوميدي بطولة سيدا باكان وصرب أكايا وإيجام أركيك. قصة الفيلم عن مجموعة من الأشخاص مختلفين كليا عن بعضهم البعض، ولكن هنالك شيء واحد يجمعهم، وما يجمعهم سوف يجمعهم في مكان واحد، حيث وبالرغم من اختلافهم يجمعهم الوسواس القهري، وسيلتقوا جميعا في عيادة نفسية من أجل أن يجدوا علاجا لحالاتهم. ولكن وفي لحظة اجتماعهم سيحدث معهم الكثير من المواقف المضحكة. للتوضيح هذا الفيلم هو مقتبس من الفيلم الإسباني توك توك. والفيلم سوف يعرض في صالات السينما التركية في اليوم 15 من شهر نوفمبر المقبل. فيلم إذ بشيء يسمى الحياة، وهو فيلم من النوع الكوميدي الخيالي بطولة الممثل إنجين ألتان دوزيتان والممثلة ميليسا شنولسون. وقصة الفيلم عن مجموعة من الأشخاص عليهم الهروب من مصيبة وبأي شكل من الأشكال لينجوا من تلك المصيبة والفرار منها. هذا الفيلم من كتابة وإخراج علي عدنان، والفيلم سوف يعرض في صالات السينما التركية في اليوم 22 من شهر نوفمبر المقبل. فيلم
كل شيء بسبب عطارد، وهو فيلم من النوع الكوميدي الرومانسي، وأبطاله هم الممثل إيب نوروز وسينام كوبال. وقصة الفيلم عن فتاة كانت تحلم منذ طفولتها بأن تكون مراسلة أخبار بسبب أنها كانت دوما تراهم على التلفاز منذ صغرها. ولكن ليس كل ما يتمناها المرء يدركه. يا ترى ماذا أصبحت الآن تلك الفتاة التي كانت تحلم بأن تكون مراسلة؟ وهذه القصة هي من كتابة عائشة بالبي، ومن أشهر أعمالها السابقة مسلسل يبقى سرا، ومخرج الفيلم هو علي بالجي، ومن أشهر المسلسلات التي أخرجها في الماضي هو المسلسل الصيفي ماذا لو أحببتك كثيرا. والفيلم سوف يعرض في صالات السينما التركية في اليوم 13 من شهر ديسمبر القادم. فيلم البدايات، وهو فيلم درامي من بطولة كل من الممثلة هازال سوباشي والممثلة إحسان إيرولو. وقصة الفيلم عن صديقتين في منتصف العشرينات، ولكن هنالك حدث مفاجئ سوف يغير حياتهم. والفيلم من كتابة وإخراج أوزان يوليراي. والفيلم سوف يعرض في اليوم 13 من شهر ديسمبر. فيلم من العقل إلى القلب، وهو فيلم من النوع الدرامي العائلي، وأبطاله هم هاندي سورال وكرم إليشيك وشيناي غورلار. وقصة الفيلم عن ندم أب بأنه ومنذ البداية لم يهتم بعائلته، وبسبب أخطائه تفرقت العائلة، والآن سوف يحاول الأب تعويض أخطاء الماضي، حيث أنه هو المخطئ منذ البداية بحق عائلته. والفيلم من كتابة وإخراج أوزار فياز أولو، ومن أشهر أعماله السابقة الفيلم الرائع نعيم سليمان. وفيلم من العقل إلى القلب سوف يعرض في اليوم 20 من شهر ديسمبر المقبل. كما وفي نهاية العام الجاري سوف تعرض الصالات السينمائية التركية فيلم منزل بلا عنوان، وهو من النوع الخيالي العلمي، بطولة الممثل بوران كوزم وزينب توتشيبايات. فيلم الحجر، وهو من النوع الشبابي الدرامي الرومانسي، من بطولة ميتم أكتشول وديمرهان ديمرجي وأنور باي. وقصة الفيلم عن شخصين سوف يحبوا بعضهم تحت ظروف غير متوقعة، ومنتجي هذا الفيلم هي الشركة التي أنتجت واحد من أنجح الأفلام التركية لعام 2024، وهو فيلم 3391 كيلومتر، وهي شركة OTTO. وكاتب ومخرج الفيلم هو أحمد توبز، ومن أعماله فيلم مسلم جورسس، وشارك أيضا في تنفيذ بعض المسلسلات مثل المسلسل الرياضي اسمه الأسطورة. وفيلم الحجر سوف يعرض في صالات السينما التركية في الأسبوع الثاني من العام الجديد 2025، ذلك وفي اليوم 10 من شهر يناير. فيلم الكهف الأزرق، وهو من بطولة كرم بورسين والممثلة ديفرام أوسكان. والفيلم سوف يعرض في اليوم 18 من شهر أكتوبر الجاري. وقصة الفيلم عن زوجين يقرروا الذهاب في رحلة، وسيكتشفوا من خلالها أسرار لم يكتشفوها من قبل. وأخيرا إذا حبيتوا الفيديو رجاءً لا تنسوا دعم الفيديو بلايك والاشتراك في القناة.